بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن شابتر جديد وهو البارشال ديفرنشال ايكويشنز. الديفرنشال ايكويشنز بتنقسم الى نوعين، اللي هي الاوردينري ديفرنشال ايكويشنز اللي احنا شفناها والبارشال ديفرنشال ايكويشنز. بيقول لي لو الانون فانكشن اللي عندي بيعتمد على اونلي one independent variable بسمي المعادله اللي عندي ordinary differential equation، انما لو الانون اللي عندي بيعتمد على several independent variables بسمي المعادله اللي عندي partial differential equations. والordinary هي special case من البارشال، يعني البارشال هي الحاله العامه للdifferential equations والordinary هي special case من البارشال. درسنا احنا الفانكشن اوف سيفرال فاريبلز. لو انا عندي فانكشن بتحتوي على كذا فاريبلز زي الفانكشن اللي قدامك دي، اللي هي بتساوي اكس سكويرد في اي باور 2 واي في ساين زد. لو انا عايز اعمل لها ديريفاتيف بسمي الديريفاتيف في الحاله دي بارشال ديريفاتيفز، لانها بتحتوي على اكتر من فاريبل. فلو انا عايز اوجد اليو اكس اللي هو بارشال يو باي بارشال اكس، يعني هعمل ديريفاتيف للفانكشن بالنسبه للاكس. لما بعمل ديريفاتيف بالنسبه للاكس بعتبر باقي الفاريبلز الاخرى كونستانت ثوابت، فاي باور 2 واي هتنزل كما هي وساين زد هتنزل كما هي، ديريفاتيف الاكس سكويرد ب 2 اكس. طب لو انا عايز اليو واي اللي هو بارشال يو باي بارشال واي، لما بفاضل بالنسبه للواي بعتبر الاكس والزد ثوابت هينزلوا كما هم، ديريفاتيف الاي هي نفسها تمام، فديريفاتيف الباور يبقى 2. عايز اليو زد اللي هو بارشال يو باي بارشال زد، الاكس هتنزل كما هي والواي هتنزل كما هي، طب فاضل الساين بكوزاين، ده بسميه ايه بارشال ديريفاتيفز. البارشال ديفرنشال ايكويشنز هي عباره عن معادله بتحتوي على بارشال ديريفاتيفز، يبقى اي معادله بتحتوي على بارشال ديريفاتيفز بسميها ايه بارشال ديفرنشال ايكويشنز. يبقى المعادله اللي بتحتوي على partial derivatives بسميها ايه partial differential equations. زي ايه؟ زي اليو اكس اكس زائد اليو واي زائد اليو ايكوال زيرو، دي بتحتوي على partial derivatives اهو، يو اكس اكس ويو واي. اليو ده بنسميه الانون فانكشن، داله المجهول اللي عندي، والاكس والواي دول بنسميهم الاندبندنت variables المتغيرات المستقله. مثال تاني اليو تي تي بتساوي يو اكس اكس، الاكس والتي بسميهم الاندبندنت فاريبلز واليو اللي هي الديبندنت فاريبلز او الانون فانكشن اللي عندي. تعال نشوف بعض المفاهيم الاساسيه. رقم واحد الاوردر، بيقول لي the order of partial differential equations is the order of the highest partial derivatives. رتبه البارشال ديفرنشال ايكويشنز هي رتبة أعلى ديريفاتيف، هي رتبة أعلى إيه؟ أعلى ديريفاتيف أو أعلى بارشال ديريفاتيف. يبقى رتبة البارشال ديفرنشال إيكويشنز هي رتبة أعلى بارشال ديريفاتيف. تعال نشوف مثال، بيقول لي اليو إكس إكس زائد واي كيوبد يو واي ماينس يو باور 4 إيكوال إكس في إي باور واي. عايز اوجد الاوردر للمعادله دي، بشوف اعلى بارشال ديريفاتيفز عندي، اعلى بارشال ديريفاتيف اللي هو اليو اكس اكس، يعني السكند ديريفاتيف، يبقى المعادله دي من السكند اوردر. تعال نشوف مثال تاني، اليو في يو اكس 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 ماينس اليو واي ايكوال زيرو. عايز الاوردر، ببص لاعلى بارشال ديريفاتيفز عندي اللي هو اليو اكس اكس اكس، يعني الديريفاتيف الايه الثالث، يبقى المعادله دي من الثيرد اوردر، الثيرد ايه اوردر. رقم اتنين من الحاجات اللي عايزك تعرفها اللينياريتي. البارشال ديفرنشال ايكويشنز بقول عليها لينير لو الانون فانكشن والبارشال ديريفاتيف ليه كانت لينير، يبقى لو الانون فانكشن والبارشال ديريفاتيف ليه لينير بقول على المعادله لينير. يعني اليو اللي هو الانون فانكشن وتفاضلاته من الفيرست ديجري، يعني مرفوعين لباور 1، لا يوجد حواصل ضرب اليو مع تفاضلاتها،
لا يوجد function في اليو كإكسبونينشال أو تريجونومتريك أو هايبربوليك functions، مفيش دوال مثلثية كفانكشن في اليو، ولا دوال إكسبونينشال أسية كفانكشن في اليو، ولا دوال لوغاريتمية كفانكشن في اليو، ولا هايبربوليك functions دوال زائدية كفانكشن في اليو. هي اليو والبارشال ديريفاتيف فقط من الايه، من الفيرست اوردر او مرفوعين لباور 1، ولا يوجد حواصل ضرب اليو مع تفاضلاتها. زي ايه؟ زي مثلا يو اكس تي ماينس اليو اكس اكس ماينس يو ايكوال زيرو. لو انا بصيت اليو والبارشال ديريفاتيفز ليها من الفيرست ديجري مرفوعين لباور 1 اهو، يبقى المعادله دي معادله لينير. تعال نشوف مثال تاني، اليو اكس اكس بلس اليو في اليو اكس واي ايكوال زيرو، دي نون لينير. ليه نون لينير؟ يوجد حاصل ضرب اليو مع تفاضلاتها، اليو في اليو اكس واي، يبقى المعادله نون لينير. لو انا بصيت لمثال تاني، يو اكس اكس ماينس اليو واي واي ايكوال ساين اكس واي، دي معادله لينير. واحد يقول لي في ساين، بس الساين ده فانكشن في الاندبندنت فاريبل، في الاندبندنت ايه فاريبل، مش في الانون. لو فانكشن في اليو كنت اقول عليها ايه نون لينير، انما دي معادله لينير. مثال تاني، اليو اكس زائد الاي باور يو زائد كوزين اكس ايكوال زيرو، دي معادله نون لينير. ليه؟ علشان الاي باور يو في اكسبوننشال فانكشن في الانون فانكشن اللي هو ايه اليو. رقم 3 من الحاجات اللي عايزك تعرفها نمبر اوف فاريبلز، عدد المتغيرات اللي موجوده في المعادله. بيقول لي number of variables، عدد المتغيرات هي عدد تمام الاندبندنت فاريبل، يبقى number of variables is the number of independent variables، يبقى عدد المتغيرات هو عدد الاندبندنت ايه variables. تعال نشوف مثال، بيقول لي اليو تي اكس وتي بتساوي 4 اليو اكس اكس اوف اكس وتي. لو انا بصيت عندي تو اندبندنت فاريبل، يبقى عدد الفاريبل اللي عندي 2 اللي هي الاكس والتي. مثال تاني، اليو تي اوف تي وار وسيتا بتساوي اليو ار اوف تي وار وسيتا زائد 1 على ار يو ار اوف تي وار وسيتا، تمام وهكذا. لو انا بصيت عدد الاندبندنت فاريبلز 3 اللي هي التي والار والسيتا، يبقى النمبر اوف فاريبلز 3، يبقى عدد الفاريبلز هي عدد الاندبندنت ايه فاريبل. تمام يا شباب، في اي مشكله في هذا الكلام؟ الناس اللي معانا تمام يا دكتور. تعال نشوف الجنرال فورم للسكند اوردر لينير بارشال ديفرنشال ايكويشنز، الصوره العامه للمعادله السكند اوردر لينير بارشال ديفرنشال ايكويشنز. الصورة العامة للسكند اوردر لينير بارشال ديفرنشال ايكويشنز، سكند اوردر يعني اعلى ديريفاتيف الديريفاتيف الثاني، ولينير يعني اليو وتفاضلاتها من الفيرست ديجري او مرفوعين لباور 1. الصورة العامة للسكند اوردر لينير بارشال ديفرنشال ايكويشنز هي A يو اكس اكس زائد B يو اكس واي زائد C يو واي واي زائد D يو اكس زائد الاي يو واي زائد الاف في اليو ايكوال اي جي. الاي والبي والسي والدي والاي والاف والجي دول ايه؟ ثوابت او فانكشن في الاندبندنت فاريبل، فانكشن في الاكس والواي. لو الجي بتساوي الزيرو بقول على المعادله اللي عندي معادله هوموجينس، لو الجي لا تساوي الزيرو يبقى نان هوموجينس. المعادله اللي هي من السكند اوردر او السكند اوردر لينير بارشال ديفرنشال ايكويشنز بتنقسم الى ثلاث انواع، تمام؟ بتنقسم الى كم نوع؟ ثلاث انواع. بيقول لي لو بي سكويرد ماينس 4 اي سي بتساوي الزيرو بسمي المعادله اللي عندي بارابوليك ايكويشن. لو البي سكويرد، تمام، البي عندك اللي هو معامل اليو اكس واي، الاي اللي هي معامل اليو اكس اكس، والسي اللي هو معامل اليو واي واي، يبقى انا ببص على الثلاثه دول، معامل اليو اكس اكس، اليو اكس واي، اليو واي واي. اليو اكس اكس معامل اليو اكس اكس اللي هو الاي، معامل اليو اكس واي اللي هي البي، معامل اليو واي واي اللي هي مين؟ السي. بيقول لي لو بي سكويرد ماينس 4 اي سي بتساوي الزيرو
بقول على المعادلة أو بسميها parabolic equation. لو الـ b squared minus الأربعة AC أكبر من الزيرو بسمي المعادلة hyperbolic equations، معادلة زائدية. لو الـ b squared minus الأربعة AC أقل من الزيرو بسمي المعادلة elliptic equation. يبقى أنا عندي ثلاث معادلات، لا إما parabolic لا إما hyperbolic لا إما إيه elliptic. تعال نشوف مثال بيقول لي determine the type of partial differential equations. حدد نوع البارشال ديفرنشال ايكويشنز اللي قدامك ده. يو اكس اكس زائد يو واي واي ايكوال زيرو. زي ما اتفقنا الاي معامل اليو اكس اكس، البي معامل اليو واي واي، السي البي معامل اليو اكس واي، السي معامل اليو واي واي. فبالمقارنه الاي بتساوي واحد، البي ما فيش يو اكس واي هتبقى بزيرو، السي معامل اليو واي واي بكام؟ بواحد. تعال نشوف الرول اللي عندنا. بي سكويرد ماينس 4 اي سي عوض البي بزيرو، الاي بواحد والسي بواحد، يبقى الكلام ده طلع بنيجاتيف 4 اقل من الزيرو، يبقى المعادله دي اليبتيك ايكويشن. تعال نشوف مساله ثانيه. بيقول لي ديترماين ذا تايب اوف بارشال ديفرنشال ايكويشن 3 يو اكس اكس ماينس اليو تي ايكوال زيرو. قلنا الـ A معامل الـ UXX، الـ B عندي هنا الـ Independent Variable X و T، يبقى الـ B معامل الـ UXT والـ C معامل الـ UTT. معامل الـ UXX اللي هو 3 يبقى الـ A بـ 3. مفيش UXT يبقى الـ B بـ 0، مفيش UTT يبقى الـ C بـ 0. تعال نشوف بقى الـ B squared minus الـ 4 AC هتساوي إيه؟ الـ B بـ 0 والA بتلاتة والC بزيرو، يبقى الكلام ده كله ده بيساوي الزيرو، يبقى المعادلة parabolic equation. تعال نشوف مسألة تانية. بيقول لي determine the type of partial differential equation UXX زائد 5 UXY زائد 4 UYY minus 8 UY equal A power Y. الA معامل الـ UXX يبقى بواحد، البي معامل اليو اكس واي يبقى بخمسه، السي معامل اليو واي واي يبقى باربعه. تعال نشوف بقى الرول اللي عندنا. بي سكويرد ماينس اربعه اي سي، البي بخمسه يبقى بي سكويرد 25 ماينس اربعه، الاي بواحد والسي باربعه، يبقى الكلام ده هيساوي تسعه، اكبر من الزيرو، يبقى المعادله اللي عندي هايبربوليك ايكويشن، هايبربوليك اي ايكويشن. تعال نشوف مثال تاني. بيقول لي determine the type of partial differential equation UXX زائد الـ UXY ماينس الـ X في الـ UYY زائد 5 UX ماينس الـ 4 UY زائد XY U بيساوي X squared. تعال نشوف معامل الـ UXX اللي هو الـ A بواحد، معامل الـ UXY اللي هو الـ B بواحد، معامل الـ UYY اللي هو نيجاتيف إكس. عايزين نحدد نوعها. تعال نشوف الرول اللي عندنا. بي سكويرد ماينس 4 AC، البي عندك بواحد يبقى بي سكويرد بواحد، ماينس 4 الـ A بواحد والسي بنيجاتيف إكس، يبقى 1 زائد 4 إكس. يا ترى نوع المعادلة دي إيه؟ تمام؟ في ثلاث احتمالات. لو 1 زائد 4 إكس إيكوال 0 يبقى المعادلة هتكون بارابوليك. لو 1 زائد 4 اكس ايكوال 0، يعني معنى الكلام ده لو الاكس بتساوي نيجاتيف 1 اوفر 4، يبقى لو الاكس بنيجاتيف 1 اوفر 4 المعادلة هتبقى بارابوليك، يبقى المعادلة دي بارابوليك. لو البي سكويرد ماينس 4 اي سي ايكوال 0، يعني لو 1 زائد 4 اكس ايكوال 0، ومن الكلام ده جبنا الاكس بنيجاتيف 4، يعني لو الاكس سوت نيجاتيف 1 على الأربعة يبقى المعادلة بارابوليك. والمعادلة دي هتكون هايبربوليك لو 1 زائد 4 اكس أكبر من الزيرو، يعني 4 اكس أكبر من نيجاتيف 1 يبقى الاكس أكبر من نيجاتيف 1 على الأربعة. والمعادلة دي هتكون إليبتيك لو بي سكويرد ماينس 4 اي سي أقل من الزيرو، يبقى 1 زائد 4 اكس أقل من الزيرو، يعني 4 اكس اقل من نيجاتيف 1، يبقى الاكس اقل من نيجاتيف ايه ربع.
تمام؟ يبقى لو الاكس ساوت نيجاتيف ربع هتبقى بارابوليك، اكبر من نيجاتيف ربع هتبقى هايبربوليك، اقل من نيجاتيف ربع هتبقى ايه؟ اليبتك. تمام؟ يبقى انا حطيت الثلاث ايه احتمالات، لان عندي انا النون اللي هو الاكس ما نعرفوش، فحطيت الاحتمالات دي. تمام؟ لو الاكس تساوت نيجاتيف 1 اوفر 4 هتبقى بارابوليك، اكبر من نيجاتيف 1 اوفر 4 هتبقى هايبربوليك، اقل هتبقى ايه؟ اليبتك. تمام يا شباب؟ في اي مشكله؟ تمام يا دكتور. تعال نشوف بقى سوليوشن اوف بارشال ديفرنشال ايكويشنز، حل البارشال ديفرنشال ايكويشنز. الجنرال سوليوشن للبارشال ديفرنشال ايكويشنز هي اي فانكشن بتحتوي على كل البارشال ديريفاتيفز اللي بتظهر في المعادله وبتحقق المعادله. يبقى الجنرال سوليوشن للبارشال ديفرنشال ايكويشنز هي اي فانكشن بتحتوي على كل البارشال ديريفاتيفز، على كل البارشال ديريفاتيفز اللي بتظهر في المعادله وفي نفس الوقت بتحقق المعادله. طب نوجد الجنرال سوليوشن ازاي؟ في كذا طريقه لايجاد الجنرال سوليوشن بناء على شكل المعادله اللي عندي. من طرق ايجاد الجنرال سوليوشن، تمام، الانتجريشن، عن طريق الايه؟ الانتجريشن. تعال نشوف مثال على هذا الكلام. بيقول لي اوجد الجنرال سوليوشن للبارشال ديفرنشال ايكويشن اوف اكس واي بتساوي اي باور 2 اكس. سوليوشن اللي هو اليو، علشان اوجد اليو لو انا عملت انتجريشن للطرفين بالنسبه للاكس هتخلص من الديريفاتيف اكس، يبقى هقدر اوجد اليو اللي هو حل الديفرنشال بارشال ديفرنشال ايكويشنز. تمام؟ يبقى انا لو عملت انتجريشن للطرفين هتخلص من الديريفاتيف اللي هو اكس ده، وهقدر اوجد مين؟ اليو. يلا اعمل انتجريشن بالنسبه للاكس. تمام؟ يبقى انتجريشن بالنسبه للاكس، لما اعمل انتجريشن لليو اكس يبقى يو. الطرف الثاني لما اعمل انتجريشن بالنسبه للاكس يبقى الواي ايه كونستنت، يبقى ساين واي هتنزل كما هي. انتجريشن الاي هي نفسها على كوفيشنت الاكس زائد ثابت الانتجريشن. ثابت الانتجريشن هيبقى فانكشن في الايه؟ في الفاريبل الاخر. انا بعمل انتجريشن بالنسبه للاكس هيبقى السي فانكشن في الفاريبل الاخر وهو الواي، وهو الايه؟ الواي. تعال نشوف مثال تاني. يقول لي اوجد الجنرال سوليوشن للبارشال ديفرنشال ايكويشن يو واي اوف اكس وواي وزد بتساوي اي باور 5 اكس ساين 3 واي كوزاين زد. لو انا بصيت للطرف الشمال، تمام، هلاقي الديريفاتيف بالنسبه لمين؟ للواي. علشان اوجد اليو عايز اتخلص من مين؟ من الواي. يبقى هعمل انتجريشن للطرفين بالنسبه للواي. طب وثابت الانتجريشن هيبقى فانكشن في الفاريبلز الاخرى. انا بعمل انتجريشن بالنسبه للواي هيبقى الثابت فانكشن في الاكس والزد. يبقى علشان اوجد الحل هعمل انتجريشن للطرفين بالنسبه لمين؟ للواي. انتجريشن اليو واي يبقى بيو. الطرف اليمين لما بعمل انتجريشن بالنسبه للواي الاكس والزد هتنزل كما هي، يبقى اي باور 5 اكس هتنزل كما هي، وكوزاين زد هتنزل كما هي. انتجريشن الساين هتبقى بنيجاتيف كوزاين على كوفيشنت الواي يبقى على 3 زائد ثابت الانتجريشن هيبقى فاريبل او فانكشن في الفاريبل الاخرى اللي هي الاكس والزد، ده هيبقى فانكشن في الفاريبل الايه؟ الاخرى. تعال نشوف مثال تاني. بيقول لي اوجد الجنرال سوليوشن للبارشال ديفرنشال ايكويشن يو اكس واي اوف اكس وواي بتساوي واي سكويرد ساين 4 اكس. لو انا بصيت للطرف الشمال هلاقي اليو، تمام، اليو بقى عندي ديريفاتيف بالنسبه للاكس والواي اللي هو السكند ديريفاتيف يو اكس واي. فعلشان اوجد اليو هتخلص من الديريفاتيف واي والديريفاتيف اكس، فبعمل انتجريشن من الخارج للداخل، يعني هعمل انتجريشن اولا بالنسبه للواي فهنوجد اليو اكس، والناتج اللي هيطلع هعمل انتجريشن بالنسبه للاكس يبقى هنوجد اليو. يبقى هقول له اولا باي انتجريشن وذ ريسبكت تو واي، يبقى انتجريشن اليو اكس واي هتساوي اليو اكس، خلصنا من الواي.
الطرف الثاني انتجريشن الواي سكويرد يبقى واي كيوبد على الثلاثة، والساين هتنزل كما هي. طب وثابت الانتجريشن هيبقى فانكشن في الفاريبل الاخر، انا عملت انتجريشن بالنسبه للواي هيبقى فانكشن في الاكس، هسميه سي 1 اوف اكس. لسه المساله ما خلصتش، انا عايز اليو، فعايز اتخلص من الايه، من الاكس، اليو اكس. علشان اتخلص من الديريفيتيف بالنسبه للاكس هعمل انتجريشن بالنسبه للاكس، يبقى انتجريشن اليو اكس بيو. لما بعمل انتجريشن بالنسبه للاكس الواي ثابت هتنزل كما هي، انتجريشن الساين بنيجاتيف كوزاين على معامل الاكس باربعه، زائد انتجريشن سي 1 اوف اكس دي اكس، بسيبها كما هي لان انا ما اعرفش الثابت ده، لو عندي شروط كنا جبنا الفانكشن اللي هي سي 1 نشوفها هتساوي، انما انا ما عنديش شروط فبسيبها كما هي. زائد ثابت الانتجريشن هيبقى فانكشن في الفاريبل الاخر. انا بعمل انتجريشن بالنسبه للاكس هيبقى الثابت فانكشن في الفاريبل الاخر وهو مين؟ وهو الواي. يبقى اول طريقه تمام عن طريق مين؟ عن طريق الانتجريشن. ثاني طريقه لايجاد حل البارشال ديفرنشال ايكويشنز، قال لك هناك بعض البارشال ديفرنشال ايكويشنز بحلها كما لو كانت اوردينري ديفرنشال ايكويشنز. يبقى هناك بعض البارشال ديفرنشال ايكويشنز بحلها كما لو كانت ordinary differential equations. والكلام ده بستخدمه لو المعادلة بتحتوي على derivative بالنسبة ل only one variable. لو المعادلة بتحتوي على derivative تمام كده بالنسبة ل only one variable، بالنسبة لمتغير واحد فقط. أو أقدر أحولها إلى derivative بالنسبة لمتغير واحد فقط. زي إيه؟ تعال نشوف. بيقول لي اوجد الجنرال سوليوشن لليو اكس اكس ماينس الاربعة يو ايكوال زيرو. لو انا بصيت للمعادلة هي بتحتوي على ديريفيتيف بالنسبة للاكس اللي هو اليو اكس اكس، فاقدر احلها كما لو كانت اوردينري. فاليو اكس اكس دي ممكن اسميها يو تمام دبل داش ماينس اربعة يو ايكوال زيرو، اتحولت لاوردينري ذات معاملات ثابتة تمام، والطرف الثاني بيساوي الزيرو، يبقى معادله هوموجينيس. يبقى اليو جنرال سوليوشن بيساوي اليو سي اف. علشان اوجد اليو سي اف اللي هو الكومبلمنتري فانكشن هوجد الاوكسيلري ايكويشنز اللي هي ام سكويرد ماينس الاربعه، يبقى الام بتساوي موجب او سالب 2. يبقى الحل بتاع اليو اوف اكس وواي هيساوي سي 1 اي باور ام 1 اكس زائد سي 2 اي باور ام 2 اكس. ليه سميتها ام 1 اكس وام 2 اكس؟ لان انا التفاضل اللي عندي بالنسبه للاكس، والثابت هيبقى فانكشن في الفاريبل الاخر اللي هو الواي. طب لو الديريفاتيف ده بالنسبه للواي هيبقى اي باور ام 1 واي زائد ثابت في اي باور ام 2 واي، والثوابت هيبقى فانكشن في الفاريبل الاخر وهو الاكس. يبقى علشان التفاضل بالنسبه للاكس هتبقى سي 1 اي باور ام 1 اكس زائد سي 2 اي باور ام 2 اكس، والسي 1 هيبقى فانكشن في الفاريبل الاخر اللي هو الواي، والسي 2 فانكشن في الفاريبل الاخر وهو الواي، عوض عن الام 1 والام 2. يبقى سي 1 اوف واي اي باور 2 اكس زائد سي 2 اوف واي اي باور نيجاتيف 2 اكس. تعال نشوف مثال ثاني، بيقول لي فاين ذا جنرال سوليوشن اوف بارشال ديفرنشال ايكويشنز يو واي زائد يو ايكوال 0. لو انا بصيت للمعادله بتحتوي على تفاضل بالنسبه لفاريبل واحد فقط وهو الواي، فاقدر احلها كما لو كانت اوردينري. فاليو واي ده اقدر اسميه اليو داش زائد اليو ايكوال زيرو. الاوكسيلري ايكويشن هيبقى ام زائد واحد ايكوال زيرو، يبقى ام بتساوي نيجاتيف واحد. تعال نشوف الجنرال سوليوشن. يبقى يو اوف اكس وواي هيساوي سي 1 في اي لان بالنسبه للواي ده هيبقى فانكشن في الفاريبل الاخر وهو الاكس، يلا عوض عن الام بنيجاتيف 1. تعال نشوف مساله ثانيه، بيقول لي فاين ذا ديفرنشال ايكويشنز يو اكس واي زائد يو اكس ايكوال 0. دي بتحتوي على تفاضلات مختلطه اكس وواي تمام، بس اقدر احولها الى ديريفاتيف او الى ايه، الى اونلي وان ديريفاتيف.
اقدر احول اليو اليو او الدريفاتيف اللي عندي هي بتحتوي على ايه؟ على ميكسد بارشال دريفاتيفز، اقدر احولها الى ايه؟ الى دريفاتيف بالنسبه لاونلي وان فاريبل. ازاي؟ قال لك هفرض اليو اكس ده بتساوي في، يبقى اليو اكس واي بتساوي في واي. يلا عوض، اشيل اليو اكس واي وعوض مكانها بفي واي، واشيل اليو اكس وعوض مكانها بفي، هتبقى في واي زائد في ايكوال زيرو، اتحولت الى ديريفاتيف بالنسبه لاونلي وان فاريبل اللي هو الواي. فاقدر احلها كما لو كانت ايه؟ اوردينري، اللي هو في داش زائد في ايكوال زيرو. هات الاوكسيلري، هيبقى ام زائد واحد، يبقى الام بنيجاتيف واحد. يبقى اذا الفي هتساوي ثابت في اي باور ام واي، لان ديريفاتيف بالنسبه للواي، والثابت هيبقى فانكشن في الفاريبل الاخر وهو الاكس. عوض عن الام، يبقى سي واحد اوف اكس اي باور نيجاتيف واي. هشيل الفي وعوض بقيمتها، انا فارض اليو اكس بفي، يبقى هشيل الفي واعوض مكانها بيو اكس، يبقى بتساوي سي باور نيجاتيف واي. انا بصيت تساوي انتجريشن السي واحد في اي باور نيجاتيف واي دي اكس، زائد ثابت الانتجريشن هيبقى فانكشن في الفاريبل الاخر. انا عملت انتجريشن بالنسبه للاكس، هيبقى الثابت فانكشن في مين؟ في الواي. تمام يا شباب؟ في اي مشكله؟ ناس معانا ولا معاك يا دكتور؟ حضرتك يا دكتور. تمام. نعم. انتوا سامعين يا شباب ولا ايه؟ ولا في مشكلة في الصوت؟ سامعين حضرتك يا دكتور. اقطع شوية كده بس. طيب. تعال نشوف بقى سبيشال كيس. سبيشال كيس اللي عندي بيقول لي لو البارشال زائد البي يو واي ايكوال زيرو، او في هذه الصوره اي يو اكس اكس زائد بي يو اكس واي زائد سي يو واي واي ايكوال زيرو. دي بتحتوي على ميكسد بارشال ديريفاتيفز، على تفاضلات ايه مختلطه يو اكس ويو واي، بس الايه الكوفيشنت اعداد ثابته، كوفيشنت اعداد ثابته اللي هو معامل اليو اكس ثابت اللي هو الايه، ومعامل اليو واي ثابت اللي هو البي. وخلي بالك ان الايه، ان الديريفاتيف متساوي في كل ترم، يعني الترم الاول ده بيحتوي على الفيرست ديريفاتيف، الترم الثاني فيرست ديريفاتيف. طب الصوره الثانيه الاي يو اكس اكس زائد البي يو اكس واي زائد السي واي يو واي واي ايكوال زيرو، الاي والبي والسي دول ثوابت. تمام. البارشال ديريفاتيفز او رتبه الايه التفاضل متساويه في كل ترم، يعني الترم السكند ديريفاتيف، الترم الثاني السكند ديريفاتيف، الترم الثالث السكند ديريفاتيف. لو انا عندي معادله بالشكل ده وعايز اوجد السوليوشن، بفرض السوليوشن بهذا الشكل يو اوف اكس وواي بتساوي الاف اوف كي اكس زائد الواي. تمام. يبقى لو المعادله على الصوره الاولى او الصوره الثانيه، لازم خلي بالك من الصورتين، لازم الكوفيشنت اللي هو الاي والبي والسي دول يكونوا الثوابت. تمام. رتبه الديريفاتيف متساويه في كل ترم، ده الشرط. الترم الاول سكند ديريفاتيف، الثاني سكند ديريفاتيف، الثالث سكند ديريفاتيف، والطرف الايه اليمين بيساوي الزيرو. لو على هذه الصوره بفرض الحل بهذا الشكل، اليو اوف اكس وواي بيساوي الاف اوف كي اكس زائد الواي، او اليو اوف اكس وواي بيساوي الاف اوف اكس زائد الكي واي، والكي ده ثابت،
مهمتنا ان احنا نوجد الكي ده. هنوجده ازاي؟ هعوض عن التفاضلات اللي عندي وهقدر اوجد الكي. يعني هوجد اليو اكس واليو واي او اليو اكس اكس واليو اكس واي واليو واي واي وعوض واوجد الكي زي ما هنشوف في المساله دلوقتي. تعال نشوف مثال بيقول لي فايند ذا جنرال سوليوشن لتو يو اكس زائد اليو واي ايكوال زيرو. لو انا بصيت المعاملات ثابته ورتبه التفاضل متساويه في كل ترم، ده يو اكس الفيرست ديريفيتيف وده يو واي الفيرست ديريفيتيف والترم الثاني بزيرو. علشان اوجد المعادله هفرض الحل بهذه الصوره، اليو اوف اكس واي بتساوي الاف اوف كي اكس زائد الواي. مهمتنا نوجد اليو اكس واليو واي. اليو اكس تفاضل الاف باف داش في ديريفيتيف اللي جوه القوس، انا بفاضل بالنسبه للاكس يبقى تفاضل الكي اكس بكي وتفاضل الواي طبعا بزيرو لان انا بفاضل بالنسبه لمين؟ للكي. يبقى الكلام ده بيساوي الكي في الاف داش. تعالى نوجد اليو واي تفاضل الاف باف داش فتفاضل اللي جوه القوس، انا بفاضل بالنسبه للواي يبقى الاكس ثابت تفاضل الواي بواحد، اسمي الكلام ده الاف داش. وهرجع اعوض في المعادله، اشيل اليو اكس واعوض بقيمتها، اشيل اليو واي واعوض بقيمتها، يبقى 2 كي في اف داش زائد الاف داش ايكوال زيرو. اقدر اخد الاف داش كومون فاكتور، هيتبقى لي 2 كي زائد الواحد ايكوال زيرو. لا اما الاف داش هتساوي الزيرو، لا اما 2 كي زائد الواحد بتساوي الزيرو. بيقول لي لا يمكن ان الاف داش تساوي الزيرو، ده ريفيوزد. ليه؟ لان لو الاف داش ساوت الزيرو هيبقى الاف ثابت وهي الاف فانكشن في الاكس والواي، ما ينفعش تبقى ثابت. يبقى ان الاف داش تساوي الزيرو ده حل مرفوض. ليه؟ لان الاف فانكشن في الاكس والواي. يبقى بقينا الناحيه الثانيه ان لازم 2 كي زائد الواحد بتساوي الزيرو، يبقى اذا الكي بنيجاتيف هاف. ارجع للفرض اللي انا فرضته، اشيل الكي واعوض بنيجاتيف هاف، يبقى اذا الحل هيساوي ايه؟ الاف اوف نيجاتيف هاف اكس زائد الواي. الاف ده اي فانكشن، ممكن تبقى ساين، تبقى كوزاين، تبقى تان، تبقى روت، اي فانكشن عندك، تبقى لين، اقول لين نيجاتيف هاف اكس زائد واي، ساين نيجاتيف هاف اكس زائد الواي، اي فانكشن اف تمام بتحقق المعادله دي، بتحقق ايه المعادله دي. يبقى الاف ده معناه ايه؟ اي فانكشن عندي ممكن تبقى روت، ممكن تبقى اكسبوننشال، ممكن تبقى لين، تبقى لوج، اي فانكشن عندي تمام. وهو ده حل الايه؟ حل البارشال ديفرنشال ايكويشن. تعال نشوف مثال تاني بيقول لي فاين ذا جنرال سوليوشن اوف بارشال ديفرنشال ايكويشن يو اكس اكس زائد 3 يو اكس واي زائد 2 يو واي واي ايكوال زيرو. لو انا بصيت هلاقي الكوفيشنت اعداد ثابته، المعاملات ثابته، رتبه الديريفيتيف متساويه في كل ترم، ده سكند ديريفيتيف، ده سكند ديريفيتيف، ده سكند ديريفيتيف، والترم الثاني بيساوي الزيرو. عايز السوليوشن، يبقى هفرض الحل بهذه الصوره، اليو اوف اكس وواي بتساوي الاف اوف كي اكس زائد الواي. مهمتنا نوجد الكي. فهنوجد التفاضلات اللي موجوده في المعادله. تعال نشوف اليو اكس تفاضل الاف باف داش فتفاضل اللي جوه القوس، انا بفاضل بالنسبه للاكس يبقى كي. اليو اكس اكس تفاضل الاف طبعا دي اف داش اوف كي اكس زائد الواي، فتفاضل الاف داش يبقى اف دبل داش، فتفاضل ما بداخل القوس تفاضل الكي اكس هيبقى بكي، كيف كي هيبقى كي سكوير، لان المفروض ده كي اف داش اوف كي اكس زائد الواي تمام. فتفاضل الاف داش باف دبل داش، فتفاضل اللي جوه القوس بالنسبه للاكس هيبقى كي، وعندك كي بره يبقى كي سكوير. تعال نشوف اليو واي تفاضل الاف باف داش فتفاضل اللي جوه القوس تفاضل الواي بواحد. طب اليو واي واي تفاضل الاف داش باف دبل داش فتفاضل اللي جوه القوس اللي هو كي اكس زائد الواي بواحد. اليو اكس واي همسك اليو اكس اعمل لها ديريفيتيف بالنسبه للواي، الكي هتنزل كما هي، تفاضل الاف داش باف دبل داش وتفاضل اللي جوه القوس اللي هو كي اكس زائد الواي، انا بفاضل بالنسبه للواي يبقى واحد.
يبقى احنا جبنا اليو اكس اكس واليو واي واي واليو اكس واي، ارجع اعوض في رقم واحد، شيل اليو اكس اكس وعوض بقيمتها، اليو واي واي وعوض بقيمتها، اليو اكس واي وعوض بقيمتها، هيبقى الكلام ده كي سكويرد اف دبل داش زائد 3 كي اف دبل داش زائد 2 اف دبل داش ايكوال 0. اقدر اخد الاف دبل داش ايكوال 0 زي ما اتفقنا ان الاف دبل داش او الاف لا يمكن ان تساوي الزيرو، القوس اللي مضروب فيها هو اللي هيساوي الزيرو، يبقى كي سكويرد زائد 3 كي زائد 2 ايكوال 0. حل المعادله دي تمام. لو انا عملت فاكتورايزيشن يبقى كي زائد الاثنين في كي زائد الواحد ايكوال 0، يبقى الكي بنيجاتيف 2 والكي بنيجاتيف 1، طلع قيمتين الحل يعني هيطلع عندي ايه حلين تمام. لو معادله من الرتبه الثالثه هيبقى ثلاث ايه ثلاث قيم للكي يعني ثلاث حلول، يبقى اليو اوف اكس واي هتساوي الاف اوف كي اكس زائد الواي، الكي بنيجاتيف 2 شلت الكي وعوضت بقيمتها، زائد داله اخرى سميها جي مثلا او ممكن اسمي دي اف 1 وده اف 2 زائد جي اوف كي اكس زائد الواي، الكي هنا بنيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف اكس زائد الواي تمام. تمام يبقى الحل الجنرال ده زائد ده، وده بسميه في الفيزيكس اللي هو الايه البرنسبل سوبر ايه بوزيشن، البرنسبل سوبر ايه بوزيشن. لو انا عندي حلين تمام، الحل العام مجموع الحلين دول، انا عندي قيمتين للكي يبقى في حلين تمام. الحل الاول الاف اوف نيجاتيف 2 اكس زائد الواي، الحل الثاني اسمي بدل الاف اي ثانيه جي اوف نيجاتيف اكس زائد الواي لان الكي بنيجاتيف 1. الحل العام مجموع تمام يا شباب. في اي مشكله في الطريقه دي؟ في اي مشكله في السبيشال كيس دي يا شباب؟ تمام. تعال نشوف بقى اهم طريقه عندنا حل فيشال ايكويشنز، وهي طريقه السيبريشن اوف فاريبل، ودي من الطرق المهمه جدا. احنا قلنا الطريقه دي اذا كانت المعاملات اللي عندي ايه ثابته وعدد الديريفاتيف متساوي في كل ترم، طب لو الكلام ده ما اتحققش هعمل ايه؟ قال لك في الحاله دي هنلجا الى طريقه السيبريشن اوف فاريبل، وطريقه السيبريشن اوف فاريبل بستخدمها اذا كانت المعادله بتحتوي على تفاضلات مختلطه بالنسبه للاكس والواي. الرقم 2 اذا كانت الكوفيشنت اللي عندي ليست ثابته غير ثابته، فبستخدم طريقه السيبريشن اوف فاريبل. وطريقه السيبريشن اوف فاريبل بتعتمد على ان انا هفرض الحل عباره عن حاصل ضرب دوال في الاندبندنت فاريبل، ومهمتنا ان احنا نوجد هذه الدوال. تعال نشوف مثال يوضح هذا الكلام. بيقول لي solve the partial differential equations x في u x minus y في y equals 0. لو انا بصيت المعادلة بتحتوي على تفاضلات مختلطة بس الكوفيشنت اللي عندي تمام ليست اعداد ثابتة، ده x و y، فما ينفعش السبيشال كيس اللي فاتت وما ينفعش الانتجريشن. هعمل انتجريشن بالنسبة لمين؟ ده عندي يو اكس ويو واي والاثنين مجموعين، اعمل انتجريشن ازاي؟ يبقى يفشل الانتجريشن، تفشل السبيشال كيس اللي احنا شفناها تمام، تفشل ان انا احولها الى اوردينري. تعال نشوف السيبريشن اوف فاريبل. انا عندي تو اندبندنت فاريبل، يبقى هفرض الحل عباره عن حاصل ضرب دالتين في الاندبندنت فاريبل، يبقى هنفرض الحل اللي هو يو اكس وواي عباره عن فانكشن في الاكس مضروبه في فانكشن في الواي، هسميها كابيتال اكس اوف سمول اكس في كابيتال واي اوف سمول واي. عايز تسميها حاجه غير كابيتال اكس مفيش مشكله، ممكن اسميها اف اوف اكس في جي اوف واي اللي يعجبك. المهم داله في الفاريبل الاندبندنت فاريبل الاولاني اللي هو سمول اكس، وداله في الاندبندنت فاريبل الثاني اللي هو الواي، ومهمتنا ان احنا نوجد كابيتال اكس وكابيتال مين واي. هنوجد التفاضلات اللي موجوده في المعادله اللي هي اليو اكس واليو واي. اليو اكس لما بعمل ديريفاتيف بالنسبه للواي بعتبر للاكس بعتبر الواي ايه كونست، يبقى الواي نزلت كما هي، ديريفاتيف الاكس باكس داش. نوجد اليو واي
لما بعمل derivative بالنسبة للواي الاكس ثابت هتنزل كما هي derivative في الواي بواي داش يبقى انا جبت اليو اكس واليو واي ارجع لرقم واحد اشيل اليو اكس وعوض بقيمتها اشيل اليو واي وعوض بقيمتها هتبقى بالشكل ده small x في x داش y minus small y في y في x a y داش equal zero. الخطوة الثانية أعمل بقى separation of variables فصل المتغيرات أخلي الإكسات لوحدها والوايات لوحدها يبقى x في capital x داش على capital x بتساوي y في y داش على capital y بيساوي ثابت اسمه k لأن ده إيه نسبة حاجة على حاجة بيساوي حاجة على حاجة يبقى بيساوي ثابت الإيه التناسب اللي عندي ده اللي هو الكي الكي ده أي عدد ممكن يبقى أكبر من الزيرو ممكن يساوي زيرو ممكن أقل من الزيرو لو هو مديني شروط في المسألة زي ما هنشوف فيما بعد يبقى أنا إيه بشوف الكي ده لو أكبر من زيرو الحل هيساوي إيه لو بيساوي زيرو الحل هيساوي إيه لو أقل من زيرو بيساوي إيه مفيش شروط في المسألة بوجده كما هو كي زي ما هنشوف دلوقتي يبقى انا فصلت المتغيرات الاكسات لوحدها الوايات لوحدها وسويتهم بثابت اسمه كي لان ده ايه نسبه حاجه على حاجه زي مثلا نقول لك ايه 3 على 4 او مثلا 9 على 16 هي 27 على 48 هي في الاخر 3 على 4 تمام يبقى دي ايه نسبه حاجه على حاجه بيساوي حاجه على حاجه يبقى بيساوي ايه نسبه ثابته تمام زي مثلا 8 على 16 هي 4 على 8 هي بتساوي نص ده نفس القصه تمام وهنوجد السوليوشن بالنسبه للاكس لوحدها فهنطلع كابيتال اكس والسوليوشن للواي لوحدها فهنطلع كابيتال مين واي هنقول له سوليوشن فور اكس يبقى x في x داش على x بتساوي k افصل المتغيرات مره ثانيه بقى اخلي كابيتال x في طرف وسمول x لوحدها في طرف يبقى x داش على x بتساوي k على سمول x تمام يلا اعمل انتجريشن بالنسبه للايه للاكس خلي بالك ان كابيتال x ده فانكشن في سمول x فاعمل انتجريشن للطرفين بالنسبه للاكس طرف الايه الشمال البص ديريفاتيف الايه المقام يبقى الانتجريشن لين المقام لين اكس تعالى للطرف اليمين الكي هتنزل كما هي تفاضل انتجريشن واحد على اكس بلين اكس زائد الثابت هسميه لين سي واحد من خواص اللين لو عندي حاجه قدام اللين اقدر ارفعها باور يبقى لين اكس باور كي زائد لين سي واحد لين حاجه زائد لين حاجه يبقى لين حاصل ضربهم يبقى لين سي واحد في اكس باور كي اللي انا هتروح مع اللين يبقى اذا كابيتال اكس بتساوي سي واحد في اكس باور كي يبقى انا جبت كده اللي هو الايه الداله الاولى وهي كابيتال اكس عايزين الداله الثانيه وهي كابيتال واي اقول له سوليوشن فور واي يبقى واي في كابيتال واي داش على كابيتال واي ايكوال كي افصل بقى المتغيرات اخلي كابيتال واي وتفاضلها في طرف وسمول واي في طرف يبقى واي داش على واي بتساوي كي اوفر واي اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت يبقى الانتجريشن لين اللي تحت والكي هتنزل كما هي انتجريشن واحد على واي بلين واي زائد لين سي 2 من خواص اللين لو عندي عدد قدام اللين ارفعه باور يبقى لين في واي باور كي زائد لين سي 2 لين حاجه زائد لين حاجه يبقى لين حاصل ضربهم يبقى لين سي 2 في واي باور كي اللين هتروح مع اللين يبقى كابيتال واي بتساوي سي 2 في واي باور كي يبقى احنا جبنا كابيتال اكس وجبنا كابيتال واي انا فارض اليو اللي هو الحل عباره عن الداله كابيتال اكس مضروبه في كابيتال واي اشيل كابيتال اكس وعوض بقيمتها اشيل كابيتال واي وعوض بقيمتها كابيتال اكس اللي هي سي 1 في اكس باور كي وكابيتال واي سي 2 في واي باور كي يبقى سي 1 في سي 2 في اكس واي اول باور كي سي 1 في سي 2 هسميهم ثابت جديد هسميه كابيتال اكس يبقى الحل بتاعي بيساوي كابيتال اكس في اكس واي باور كي يبقى طريقه السيبريشن اوف فاريبل هقول تاني اهو بتعتمد ان انا هفرض الحل عباره عن حاصل ضرب دالتين
في الاندبندنت فاريبل، لان انا عندي تو اندبندنت فاريبل، فانكشن في الاكس مضروبه فانكشن في الواي، وبفاضل وعوض في المعادله وافصل المتغيرات، تمام، كل فاريبل اخليه في طرف بيساوي ثابت اسمه كي، واوجد الحل بالنسبه للاكس لوحدها، حل بالنسبه للواي لوحدها، تمام. الحل العام هرجع بقى للفرد اللي عندي، حاصل ضرب وموا الاكس في الواي. تعال نشوف مسألة تانية. ناس معايا يا شباب؟ ناس معايا ولا فين بالظبط؟ معاك يا دكتور. في أي مشكلة في الـ في separation of variable؟ تعال نشوف مسألة تانية. بيقول لي solve the partial differential equation x squared في u x y زائد 3y سكويرد يو ايكوال 0. لو انا بصيت للمعادله بتحتوي على تفاضلات مختلطه والكوفيشنت اللي عندي غير ثابته، يبقى استخدم طريقه السيبريشن اوف فاريبل. انا عندي تو اندبندنت فاريبل، يبقى هفرض الحل عباره عن فانكشن في الاكس مضروبه فانكشن في الواي، اللي هو كابيتال اكس في سمول اكس مضروبه في كابيتال واي وفي سمول اي واي. مهمتنا نوجد كابيتال اكس وكابيتال واي. يلا هات التفاضلات اللي عندي، نوجد اليو اكس. لما بعمل ديريفاتيف بالنسبه للاكس الواي ثابت، تفاضل الاكس باكس داش، اليو اكس واي لما بعمل تفاضل بالنسبه للواي الاكس هتنزل كما هي، يبقى اكس داش كما هي وديريفاتيف الواي بواي داش. وهرجع لرقم واحد هعوض عن اليو اكس واي واليو، هيبقى اكس سكويرد في اكس داش واي داش زائد 3 واي سكويرد اكس واي. وابدا افصل بقى، اخلي الاكسات كلها في طرف والوايات في طرف، يبقى اكس سكويرد اكس داش على اكس بتساوي نيجاتيف 3 واي سكويرد في واي على واي داش بيساوي ثابت اسمه كي. موجود السوليوشن بالنسبه للاكس والسوليوشن بالنسبه للواي. نقول سوليوشن فور اكس، يبقى اكس سكويرد في اكس داش over x equal k. عايزين نوجد الايه؟ كابيتال x، تمام. هفصل المتغيرات، اخلي كابيتال x وتفاضلها في طرف وسمول x في طرف، يبقى x داش over x equal k over a x square اللي هي k في x باور نيجاتيف 2. واعمل انتجريشن للطرفين، تمام. الطرف الشمال اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت، يبقى الانتجريشن للي تحت. الطرف اليمين هزود على الباور واحد واقسم على الباور الجديد، زائد ثابت هسميه لين سي واحد، ودي لين سي واحد الطرف الثاني، لين حاجه ماينس لين حاجه، يبقى لين الاول على الثاني بتساوي نيجاتيف كي اكس. لو عندي لين عايز اتخلص منها اقول اي باور اي الترم الثاني، يبقى اكس اوفر سي واحد يكوال اي باور نيجاتيف كي اوفر اكس، يبقى الاكس بتساوي سي واحد في اي باور نيجاتيف كي اوفر اكس. جبنا الاكس. نوجد السوليوشن بالنسبه للواي، يبقى نيجاتيف 3 واي سكويرد اهي في واي على واي داش ايكوال كي، يبقى نيجاتيف 3 واي سكويرد في واي على واي داش ايكوال كي. افصل الايه؟ الفاريبلز اللي عندي، اخلي كابيتال واي وتفاضلها في طرف وسمول واي في طرف، تمام. هقلب الطرفين، فقلبت الطرفين يبقى واي داش على واي بتساوي نيجاتيف 3 واي سكويرد على كي. وهعمل انتجريشن بالنسبه للواي، الطرف الشمال اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت يبقى لين اللي تحت. الطرف اليمين نيجاتيف 3 اوفر كي، انتجريشن واي سكويرد ازود على الباور واحد واقسم على الباور الجديد، زائد لين سي 2، ودي لين سي 2 الناحيه الثانيه، لين حاجه ماينس لين حاجه، يبقى لين الاول على الثاني بتساوي نيجاتيف واي كيوب ده على كي. يبقى اذا لين واي على سي 2 بيساوي نيجاتيف واي كيوب ده على كي. عايز اتخلص من اللين هشيلها واقول اي باور اي الترم الثاني، يبقى اي باور نيجاتيف واي سكويرد على كي، يبقى الواي بتساوي سي 2 في اي باور نيجاتيف واي كيوب ده على كي. الحل بقى الجنرال سوليوشن اليو اوف اكس واي بتساوي ايه؟ الاكس مضروبه في الواي. شلت كابيتال اكس وعوضت بقيمتها اللي احنا جبناها، شلت كابيتال واي وعوضت بقيمتها اللي احنا ايه جبناها، يبقى سي 1 في سي 2
تمام عند الضرب بجمع الايه الباور يبقى اي باور نيجاتيف كي اكس زائد او نيجاتيف اي واي كيوب دي اوفر كي وخدت النيجاتيف اي كومون فاكتور سي 1 في سي 2 سميتها ثابت جديد اللي هو كابيتال مين سي. تمام يا شباب دي طريقه الايه الطريقه الثالثه وهي طريقه الايه السيبريشن اوف فاريبل. تمام يبقى علشان اوجد السوليوشن للبارشال ديفرنشال ايكويشنز ممكن عن طريق الانتجريشن في بعض المعادلات بحلها كما لو كانت اوردينري في اللي هو السبيشال كيس اهم طريقه عندي اللي هي طريقه الايه السيبريشن اوف فاريبل. تمام يا شباب حد عنده اي سؤال الناس اللي معانا دكتور بعد لك بس عايز اعرف تمام يا دكتور عايز اعرف بس عايز لك يا دكتور بس يعني امتى استخدم الطريقه ديت اللي بتاعت السيبريشن. نعم علي صوتك شويه امتى استخدم طريقه السيبريشن امتى استخدم طريقه السيبريشن وافرض يعني ان اليو بيساوي الاكس في الواي طريقه السيبريشن دي الحالات اللي فاتت كلها حالات سبيشال كيس يعني مثلا طريقه الفرد لازم تبقى اولا عدد التفاضلات تتفصل يا دكتور في صوت يا سمعنا يا شباب هو كده الصوت بدا يرجع طيب تمام معايا كده